فالخلاف مع اولادك مش يعني هجران ولا قطيعه ولا طول الوقت ترفع عليهم كل اسنه الرماح وطول الوقت تحسسهم ان هم دول سبب النكبه. طب ما احنا بنعمل حاجه كويسه تانيه، احنا بنبص نشتغل ليه؟ مش كان في مؤتمر شباب؟ اه لسه هكلمك اهو فيه. طيب يعني اتعمل مؤتمر شباب ومش عارف دخل الجمهور، طب يبقى ده مش تناقض؟ صح. يعني انت عامل مؤتمر شباب ليه ومؤتمر ايه الرابع ولا الخامس ولا السادس؟ طب ازاي يتعمل مؤتمر شباب وعلى السايد الثاني المسؤولين ده مؤتمر شباب تحت ايه؟ تحت رئيس الجمهوريه بنفسه. بالظبط. واللي بيحضره واللي بيتابعه هو اللي بيسمعه. طب ازاي انتوا يا ساده يا افاضل يلي على الطرف الثاني ما تاخدوش من مؤتمر الشباب شريحه توازي وتعمل هنصلي منه لو انت عايز. صح. لو انت عايز تشتغل، انما عايز تهرج وعايز دعوة وعايز تقول تصريحات وكلام مجاني وعايز تبقى على الكرسي وخلاص تعيش اطول فتره ممكنه. انا قلت لاحد المسؤولين بقى مشي خلاص فمش هجيب سيرته، قلت له يعني اوعى تفكر المسؤول اللي يقعد سنين طويله بيخلد، اعمالك هي اللي تخلدك ان شاء الله تقعد يوم بس. صح. تخلد بعمل، تخلد بحاجه خدمت بيها وطنك تتحسب لك، انما ايه تقعد لي 50 سنه كل نهار ماسك مسطرين وتروح حط لي طوبه وفي عهد الوزير الفلاني بقيت عملنا يا عم ده يا عم. لا لازم عندك قرارات، البلد دي بتشكل وجدانها من جديد، دي الجمهوريه الثالثه. صح. بتشكل من جديد يعني عايزه سواعي، ده كله شغال على قديمه، يعني كل واحد حاطط ملفات القديمه وبيتكلم بيها. احنا محتاجين الدوري ده هيبدا بمشاكل كتيره جدا لان دوري سقفه عالي قوي في الفلوس. لسه هنتكلم فيه ده. ما ده دي 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 القضيه، دي القضيه اللي احنا هنخش فيها، في كارثه هنخش فيها. الناس كلها متربصه. هنخش ولا دخلنا؟ ما احنا داخلين اهو اول ما الماتشات تبدا. بص يا بيه الماتشات هتبدا مفيش حد هتعجبه النتائج. مفيش ولا فرقه هتعجبها النتائج. رمي البلا هيشتغل، واضعف حلقه في الرياضه دايما اتحاد الكوره والحكام. دول ما لهمش ظهير شعبي. لا. يسندهم. لا عندهم سوشيال ميديا زي الانديه الكبيره ولا عندهم اعلاميين ولا 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 ولا، فدول اللي بيتداسوا في النص. هتتفرج بس اتحاد الكوره يا استاذ جمال عنده لوائح وقوانين بيحكم بيها. اللوائح والقوانين لما تبقى لوائح وقوانين قد ال مش عايز اقول جمله كبيره طبعا، قد الخطا، خلينا نبقى ممكن. يبقى قد الخطا، يبقى ما حدش هيخطا، ما حدش هيغلط. يعني لما انا ابقى حسام حسن او مصطفى يونس او جمال العاصي واغلط وتسيبني ده كلام او تحسبني بتاع حته قد كده، طب ما انت المره هغلط تاني واللي قصادي الناحيه الثانيه هيغلط. ده كلام انت تفعيل القوانين واللوائح في مصر غايب. يعني انت فكره عداله، العداله كلها مش موجوده في الرياضه. ولو اتكلمنا فتحنا الملف ده مش هنخلص. لا ما انا هنقول كلام كبير. في موضوع. هل احنا عندنا عداله؟ لا. لو اتكلمنا هنقول هنفتح ملفات كبيره، فلان نجح في انتخابات وما جاش، ده مش عارف عمل ايه، ده هتخش في موال كبير. يعني لو هل هناك عداله في الرياضه المصريه؟ ودي ازمه اللي هتواجه الدكتور اشرف صبحي. هتواجهه مواجهه غير عاديه وازعم انه ينجح فيها. اللي هي فكره كيف تكون وزيرا عادلا؟ ازاي انا استشعر وانا في الجونه وسموحه والاهلي والزمالك والاسماعيلي ان انت راجل وزير عادل؟ دي مهمه قوي.